كان متواجد دابا حاليا في الباب الرئيسي ديال مركب محمد السادس لكرة القدم. فغادي نلتجئوا حاليا، غادي نديروا واحد يعني واحد جولة اللي هي قصيرة اللي نبينوا فيها بطبيعة الحال المرافق الأساسية ديال المركب. فالمركب فيه 30 هكتار، فيه هو كبير، فيه مجموعة من الفنادق اللي هم أربعة ديال المنتخبات الوطنية. اللي فيه يعني الإيواء ديال 70 غرفة اللي كتشوفوا في الطبق الأول وفي الطبق الثاني، وفيه مجموعة من التجهيزات الطبية والرياضية طبيعة الحال، لأن يعني فيه جميع ما يحتاجه المنتخب الوطني. نمشيو للمنطقة الرياضية، المنطقة الرياضية اللي هي أساسية، لأن بطبيعة الحال كرة القدم كتلعب في ملعب، فبالتالي هذه المنطقة الرياضية فيها مجموعة من الملاعب، فيها الملاعب اللي فيها العشب الطبيعي، وكاين الملاعب اللي فيها العشب الاصطناعي، وكاين كذلك حتى الهجين اللي هو الهيبريد اللي فيه الخليط ما بين العشب الطبيعي والعشب الصناعي. هذه حنا دابا في اللي كنسميوها لالي دي شامبيون، حنا هنا في الطريق اللي كتدينا الملاعب. فهذا الملعب الاول فهو ملعب الى لاحظتوا هو جا بجانب الاوتيل ديال المنتخب الاول، فهو مدير خصيصا للمنتخب الاول، وبالقرب ديالو الملعب مغطى اللي فيه ستوندار فيفا. المسألة الأخرى اللي هي أساسية بالنسبة اللي كنسميوها ليكو كونسيبسيون، يعني التصميم الإيكولوجي. فالمركز ملي تبنى، قبل ما يتبنى، كانت دراسات كبيرة على كل ما هو إيكولوجي. فبالتالي لاحظتوا مثلا في البنايات كاملة فيها الألواح الشمسية، وفيها كذلك واحد ليكيبمون اللي كنسميوه الفوتوفولتايك والفيردي. فهذا كيمكننا باش ناخذوا الطاقة بصفر درهم. ومن بين المسائل الأساسية كذلك أن ما عندناش لي سيتيرنا غاز، ما عندناش لي شوديير، وبالتالي عندنا كو دي زينيرجي بروبر، ما عندناش المازوت، هما ماشي مفروض يدخل عندنا الكاميون باش يدير لنا لا ليفريزون ديالو، وبالتالي كيبقى يعني الموقع ديال المركز مع حنا جينا في وسط غابوي باش نبقاو محترمين الغابة. حتى بالنسبة للمقصف إلا لاحظتوا فهو من الخشب، وبالتالي باش نبقاو حنا بتناسق مع الوسط الغابوي.